حامد، ربما تابعت أيضا الخبر المتعلق باغتيال إسرائيل للسيد محمد عفيف في حزب الله، المسؤول الإعلامي. هذا الرجل انضم إلى حزب الله في 83، أي أنه أحد المؤسسين للحزب منذ إنشائه. ما أهمية هذا الحدث بالنسبة للأوضاع في لبنان؟ طبعا اغتيال مسؤول إعلامي ده دليل قاطع على إفلاس دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنه ليس مسؤولا عسكريا أو سياسيا ولكنه إعلاميا فقط، وبالتالي كان من المفترض ألا يتم استهدافه، ولكن له دلالة واضحة على أن إسرائيل حربها وبشكل كبير ليس عسكريا ضد حزب الله، ولكنها تسعى إلى توسيع رقعة الصراع عمل نوع من أنواع الاغتيالات يحقق انتصارات زائفة لهذه الحكومة المتطرفة في الداخل الإسرائيلي. وهو ما يقوم به حكومة نتنياهو الآن، اغتيال محمد عفيفي هو مسؤول إعلامي ليس له أي تأثير على المستوى السياسي أو العسكري، ومن المفترض أن إسرائيل بدأت هذه الحرب وفقا لتصريحاتها الكثيرة أنها قامت بهذه الحرب للقضاء على القوة العسكرية لحزب الله، وبالتالي إسرائيل تسعى إلى أن تحقق كاموفلاش، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية من أنها تستهدف كل القيادات الخاصة بحزب الله، ولكن على واقع الأرض لم تحقق أي نتائج مرجوة. إسرائيل عندما تفشل في الخوض في خوض معركة برية بدخول إلى الجنوب اللبناني، يتحرك الطيران الإسرائيلي لتنفيذ عمليات نوعية من خلالها تقول إسرائيل أن يديها الطولة وبأنها تقوم باستهدافات إلى قادة حزب الله، ولكن في نفس الوقت ليس هناك أي أفق سياسي لحل هذه المعادلة الصعبة، باعتبار أن الإدارة الأمريكية الآن هي في فترة ضبابية ولن تستطيع تنفيذ القرار 1701، ولا بد أن نشيد بالدور المصري المهم اللي بتتواصل وبشكل وتضغط الآن على الإدارة الأمريكية لمحاولة الوصول إلى تفاهمات خاصة بعد الزيارة المهمة اللي قام بها وزير الخارجية المصري، وقدم كل الدعم السياسي والدبلوماسي والإغاثي للأشقاء في لبنان، ويدعم الدولة الوطنية اللبنانية ويدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، باعتبار أن الجيش اللبناني هو الهامش المشترك في حل وتنفيذ القرار 1701، لأن الجيش اللبناني بالفعل إذا نجح في السيطرة على الجنوب اللبناني ونزع السلاح، هذا سيؤدي إلى إحداث انفراجة في المشهد، ولكن العقبة الرئيسية كما أشرت لحضرتك أن حكومة نتنياهو لا ترغب لا في وقف التصعيد، ولكن ترغب في اتساع رقعة الصراع وشراء الوقت حتى لا يحال نتنياهو وحكومته المتطرفة إلى القضاء الدولي أو أيضا القضاء الداخلي الإسرائيلي. لكن يعني دكتور حامد، يعني هناك وقائع ربما وحضرتك أشرت إليها أيضا في إبان حكم السيد دونالد ترامب حين كان رئيس الولايات المتحدة، فرض عقوبات على الجنائية الدولية لأنها حاولت أن تحاكم أحد حلفائها. يعني هل يتكرر هذا السيناريو؟ التاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على سواء محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ده تاريخ مخزي ومعروف جدا، وكان يتم استخدام ده داخل حتى القضاء الأمريكي، كان بيتم توقيع عقوبات على السود بشكل قاطع حتى لا يتحركوا في اتجاه دعم مرشح ضد مرشح آخر، وده في أوائل الثمانينيات والكثير من الوقائع، حتى عندما يعني نتحدث عن أنه عندما صرح يعني حادثة قريبة عندما تحدث المدعي العام كريم خان من أنه سيقوم بإصدار مذكرات توقيف في حق نتنياهو واليمين المتطرف ووزراء الحرب في إسرائيل، خرجت الإدارة الأمريكية التي كنا نقول دائما وأبدا أستاذ محمد أن الخلاف ليس مع إسرائيل ولكن مع حكومة نتنياهو. أكثر من دفع في هذه اللحظة عن نتنياهو هو إدارة بايدن، أكثر من قام بتوجيه اللوم لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية هي إدارة بايدن، حتى الكونجرس الأمريكي قام بإعداد مشروع ضد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتم إصدار يعني قرارات ومذكرات توقيف في حق نتنياهو وعصابته، وبالتالي في ظني وتقديري أننا أمام يعني تغول كبير
من الإدارة الأمريكية على كل المؤسسات الدولية، ابتداء من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ابتداء من مجلس الأمن، ابتداء من كل من من كل منظمة دولية تستطيع أن تحاصر إسرائيل. كل هذه المنظمات هي يتم الضغط عليها حتى لا يتم إصدار أي قرارات تكون ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي. وربما هذا يذكر دكتور حامد بالتصريح الذي قاله السيد كريم خان قبل زهاء العام تقريبا، حين قال أن مسؤولين في الكونغرس الأمريكي حين تحدثوا معه عن فرض عقوبات على إسرائيل قالوا أن الجنائية الدولية لم تجعل لأجل الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا حلفائها، إنما جعلت لقتل مثل بوتين كما عبروا، أو دول العالم الثالث أو أفريقيا.